الإصابات الأسبوعية، وهذه الخريطة هي نوع من أنواع التحليل والمتابعة البيانية للإصابات المؤكدة الجديدة لفيروس كورونا الجديد التي نشاركها معكم بإذن الله هذا الأسبوع والمراحل المقبلة في متابعات ومشاركة مستجدات هذه الجائحة معكم جميعا. في هذه الخريطة سيتم متابعة أسبوع كامل، عدد الحالات التي سيتم رصدها في أسبوع سيتم مقارنتها بإجمالي الحالات التي تم رصدها في أسبوع قبل ذلك الأسبوع، فبالتالي يكون عندنا مقارنة بين أسبوعين. إذا كان هنالك تحسن، أي أن عدد الحالات بين الأسبوع والأسبوع اللي قبله انخفض وهنالك انحسار، ستكون الألوان باتجاه اللون الأخضر، فيما أن الحالات ارتفعت وزادت ما بين الأسبوعين الأخيرين معناته بأن سيكون اللون في درجات اللون الأحمر، وهذا يعطي مؤشر أن هنالك شيء من عدم التقيد بالاحترازات أو عدم التقيد بالشروط والأمور الوقائية مما يؤدي إلى الانتشار، وهذه علامات مبكرة تعطي الجميع واجب وتنبيه للقيام بأدوارهم سواء كانوا أفراد أو مجتمع. هناك طبعا أحيانا يكون هناك تذبذب في مستويات ضيقة وفي مستويات محدودة ستكون باللون الأصفر. نلاحظ الحمد لله في خارطة المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع اللي قبله معظم مناطق المملكة في مستويات اللون الأخضر ولله الحمد. لدينا تذبذب في مستويات الحالات في منطقة تبوك، هنالك مجموعة محدودة من المناطق نسجل فيها خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاع في الأسبوع الأخير مقارنة باللي قبله في الرياض ومكة المكرمة وجازان. هذه المستويات ليست في أعلى مستويات الفارق في الارتفاع، هي مستويات تعتبر مؤشرات أولية لوجود هذه الأعداد، إلا أنها لا تزال مؤشرات أولية وبالإمكان جدا بإذن الله تراجعها، ونأمل بإذن الله انحسارها مع تقيد أفراد المجتمع. مثال على ذلك، نلاحظ أن المدينة المنورة لازلنا نلحظ عليها في العناية المركزة الأعداد التي تزايدت في الفترة السابقة نتيجة لوجود تفشيات سبق الكلام عليها قبل أسبوعين أو أربعة أسابيع تقريبا بأن هنالك حالات انتشار ملحوظة في المدينة المنورة، ثم بدأت تتراجع الحمد لله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. لذلك عدة عوامل أسهمت في هذا التراجع، من أهمها الأدوار التي قامت بها الجهات المتعددة، دور المهم جدا الذي قادته إمارة منطقة المدينة المنورة، وكذلك تقيد أفراد المجتمع والتزامهم وحرصهم ووعيهم واستجابتهم للتوعية وللتحذيرات التي وردت عن مخاطر التجمعات أو مخاطر عدم التقيد بالشروط والأمور الاحترازية مثل وضع الكمامات وغيرها من الأمور. النتيجة بحمد الله هنالك الآن فارق، ونلحظ بأن هنالك تحسن. طبعا العناية المركزة بإذن الله ستلحق ذلك، وسنلاحظ بإذن الله ونتوقع بإذن الله في المرحلة القادمة أن تتحسن أيضا عدد الحالات في العناية المركزة نتيجة لهذا التحسن، لأنه نعرف أن الحالات ترتفع بعد ارتفاع الإصابات.